أعزائي المشاهدين أينما كنتم، عملنا البارح عجين 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 عجين، هذا هو العجين متاعنا، عملناه بالزعفران بالكركم بالزيتون بالبصل بكل شيء. قلت العجينة خليتها البارح ترتاح، العجينة متاعنا مزيانة برشا، استويتها تو على البلاتو. إيش باش نعملوا؟ اتفرجوا معايا باش نعملوا طريقة جديدة. هذا سبق، معناتها ما عملها قبلي حتى حد، فما طرق أخرين متاع ما نعرفش أنا، مطبقة متاع كذا واحد كل ما الطريقة هذه ولا الحاجة هذه بصفة عامة. أنا واحد من الناس طبعا أول مرة في الحياة نجربها. سو هذا التون، هذا الجبن، خذينا الموتزاريلا نحينا لها الماء نتاعها، عملت الصوص نتاعي هذه باش نخلطوها، صوص طومات وطبعا ماء وشوية زعتر باش تعطينا النكهة نتاع بيتزا، فهمتني؟ اكهو هذا هو، زاد ما نحطوش فيها ملح خاطر الجبن فيه الملح وكذا وكل. هذه الصوص نتاعنا، وهذا الموتزاريلا، الموتزاريلا نحيت لها الماء نتاعها من هنا، فهمتني؟ فما انواع موتزاريلا، فما شاحه، فما هذيك، بون نستعمل هذه مزيانه برشا. زو اول حاجه طبعا يلزمنا نستويو الصوص نتاعنا، باهي خلنا ناخذ صحفه ولا حاجه نحطوا فيها هذا نخلط به. زو هاي اسمها جابهين تاعك الركحة نتاعنا هذيك، حطوا الصوص هاكا، نجمو نحطوا الهريسة، نجمو نحطوا ثوم طبعا كيما نحبوا احنا، أما طبعا مانيش باش ناكلها وحدي، باش ناكل معايا بنتي ومرتي، ما يحبوش الحار، فباش نستروها هاكا، نعملوا حاجة ستوندار للناس الكل، معناتها مش واحد ياكل والآخر ما ياكلش. الصوص الطماط بعد شوية هنا هكا، أوب ما يصيرش، كان جات شوية هكا، سيبها هكا، نحطو فيها الصوص الطماط نتاعنا، كومي فوكا، تاك 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 تاك، ممكن حطيت بزيت صوص، كل قدير وقدرو، واحد يحب زيت صوص، واحد يحط شوية كيما تحبوا أنتم، هكا نطلقوها على بعضها هكا، نستويوها، تاك 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 تاك، خليو بلاصة صغيرة من بعديكا، لا 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 لا، باش نجمو نسكروها، هكا تاك تاك تاك، ما نكذبش عليكم ما نكذبش عليكم، نوريكم حاجه مزيانه برشا 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 برشا. حطوا دايما هكا، هذه الموتزاريلا نتاع الكعبوره، قلت لك نحينا الماء نتاعها، راهو نقص تاك، نرجعوا كعبورة الموتزاريلا نتاعنا هذيا، شو نعملوا لها؟ نفردوها هكا، هاي ها شوف كيف هي، نحطوها هكا، نستويها في بعض كل بلاصة، هكا 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 هكا، ها حطوا هنا، حطوا هنا، ونحطوا هنا هكا، ونحطوا زادا كيف كيف هنا وهنا، نعبيو البلايص نتاعنا، وهاكا تا 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 هكا، تري بيان. تويكا باش ناخذو الشامبينيون، شامبينيون شامبينيون شامبينيون. حطيت باكو شامبينيون تاعي هو تاك هادو، لا 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 لا، الشامبينيون تاعنا نعملولو ضربة صغيرة نورمال، هو الشامبينيون راهو ما يتغسلش، راهو معناتها يتمسح هكا هو، مي كومام أنا باش نعملو ضربة صغيرة ماء تحت الماء مفتوح، أوكي. والشامبينيون أنا ما غير ما نقصوش تروف ولا كذا وكل، نحب جوست نفتتو هكا باش يبدا، معناتها كيما نقولوا احنا ماهوش فرد كعبه، فرد ما نعرفش انا، قد واحد وكل، تحب تقصو كل واحد يعمل كيما يحب هو، فهمتني؟ نجمو نحطو فيها المايس اللي هو لقطانية زادا، تاك تاك تاك، زو هكا، زو. زيدو شوية شامبينيون، أربع كعبات بركات، تنجم تحط أقل، إذا كان ما تحبش شامبينيون مش لازم شامبينيون، قلت لكم أنا هذه أول مرة نعملها، فهمت؟ العجينة طبعا فيها جو زادا متاع الزيتون، وفيها جو متاع البصل هذاك زادا، معناتها العجينة بطبيعتها وحدها فيها مطعم مزيان برشا. نخدمو الكوشة متاعنا، خليها تسخن في الأثناء هذيك. معناتها نجمو نحطو البصل تويكا، ولكن مش لازم خاطر كيما قلت لكم مرة أخرى، راهو هي فيها ديجا البصل العجينة. هذا المقادير تاعنا، نحلو حكة الطول تاعنا، نحلو حكة الطول،
الزيت نتاع الطنش نحطه في البر هكا هكذا. نجيو للطنش تاعنا هكا الحكا نحطو هكا ونفرمو نحطو نحاولو ان نحاولو ان نحطو الطن في البلايص الكل ها ها ما نكثروش برشا باش ما توليش مطعمها مرقة حوت ولا ما نعرفش ولا كذا فهمت. ما هذا اللي يحب برشا برشا انا كانك مني بيانسير نحب فيها بزايد فهمتني كذا مي كيما قلت لكم ناخذوا بخاطر العباد اللي ما تحبش الحاجه برشا فهمتني هذه هكا تو وصلت اش مازال نجمو نحطو فيها روندالة طماطم نجمو نحطو فيها بازيليكوم نجمو نحطو ياسر حاجات انا تويكا باش نوخ عريف قرنفل القرنفل هو البازيليكوم ولا الحبق حبق ها الحبق او باش ننثرو سد عليها يعطي المطعم مزيان برشا برشا الحبق طبعا اش بيه الحباق عنده القلق ننثروها هكا حتى المنظر تاعها يكون مزيان راهو نجمو هكا نحطوهم بعد ديريكت في الفور راهو مش لازم نعملو الحاجه اللي انا من بعد باش نعملها ما هيش اوبليغاتوار انا قلت لكم باش نعمل حاجه اللي هي لاول مره انتم اعطيوها اسم ما نعرفش انا فهمت اعطيوها تفزعيكا مزيانه هكا مزيان برشا بالقدا تاك 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 هذاك بالحباق نتاعها شو منظرها محلاه معناتها ديجا نجمو ديريكت نحطوها في الكوشه نعاود لكم مره اخرى تويكا اش باش نعملولها اش باش نعملولها اش باش نعملولها نجيو الجبن عندنا جبن جاودا اللي هو هولاند جبن هولندي تاك 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 بنين راهوش مالح زادا على جال الطن مالح جبن بنين تاع فطور صباح نتاع باش تعمل ما نعرفش انا حاجه في الفور فهمتني حط الجبن اللي تحب عليه الماركه اللي موجوده عندك حطوا شويه من هنا منه هكا ديجا ما ننساوش اللي احنا حاطين موتزاريلا اللي هي باش تسيح اللي شت تسيح لنا في الـ في الـ في العجينه بعديك بالسخانه باش تذوب تعطي مذاق مزيان وعندي ماركه اخرى امالتالا امالتالا هو شايح شويه بالنسبه لل نوع فيه شويه جو فيه شويه جو فما اختلاف صغير بينه وبين الجوده الجوده ينجم يكون املح شويه صافي امل تاعنا بنين برشا فيه مطعم بنين اذا نشوفوه ها انظر كيف نو كولورو معناتها اقوى كولورو اغمق من الجوده ها تروا فروماج لازم نقولوا هذه عجينه تروا فروماج انا فردناها بالكدا هكا شقول لكم اش يعمل كيف تويكا اش باش نعمل باش نعمل باش نعمل نجيو ليتاب الاخرانيه هي باش نغلفوها بالعجين قلت لكم تنجم تحطها هكا تولي بيتزا هكا فهمتني مي انا شنو ناخذ العجين شنو ناخذ منه تويكا جس العجين هذا باش نفردو شويه بعد نركحو الامور وننظمو الدنيا باه العجين نتاعنا باش ينجمو نستويوه بالكدا طبعا يلزمنا نعملو حاجه زيانة اللي هي نحطو شوية زيت في دينا باش نجمو نحلو العجينة متاعنا كيما نحبو احنا الزليزة متاعنا نحطو فيها زادا شوية زيت باش ما تلصقش العجينة هكا تاك 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 ما نعرفش تقريبا لازم نزيد في العجين باش العجينة متاعي نجم نكبرها أكثر فانا كيما قلت لكم باش نغطيو بها المساحة هاذيكا أو ناخذ شويه عجين اخر تا 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 ناخذ العجين نتاعنا بشويه بشويه باش ما ننقوهاش راني عملت لها رقعه ونحطوها بشويه هنا هكا نغلفوا بها المقادير اللي حطيناها قبيله هكا سلام بابي مانو هاي نسكروا العجينه نتاعنا هكا نسكروها بشويه 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 ها زا هكا بشوية سكروها فما بلايص فيهم الصوص طبعا هكا ها شو لهنا هذه هكا بيسهش حتى كان تخرج لنا شوية صوص على الجناب مش مشكل فيها كوم مزيانة ها سكروها كوم من الفوق هكا تاك تاك هوب
شكرا لكم. طريقه مزيانه برشا. هذه نروح عملتها انا مقبل، خليها ترتاح شويه، خليها ترتاح شويه طبعا باش يتلصق مع بعض الكل. نفردها شويه باش تتحل هنا. ها او ننزل عليها شويه باش تحل بلاصه الكل. هوب هكا تفرش من بن. ها تويكا خليوها ترتاح شويه. سو احبائي بعد مرور 20 دقيقه تقريبا وهي ترتاح هكا، والكوشه طبعا سخونه بالضبط 250 درجه باش نحطوها في الكوشه. سو نوفي اوبلا الزينة تبارك الله، هاكا ترتاح الروحة. سو هاكم تشوفوا فيها. سو الخبزة نتاعنا كيف ما تشوفوها كيش حمارت كذا، خل نخرجوها. سو هذه خبزتنا كيف ما تشوفوا فيها تبارك الله تعمل كيف شوفوها. تو باش نكتشفوا بعضنا أول مرة في الحياة نعمل كعبة هكا، أول مرة بيان سور نعمل بيتزا ولا نعمل حاجة أخرى، هذه بالحق أول مرة نعمل. أنا والله نمدوا لي نقصوا بها البيتزا نتاعنا. لا 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 ما نعرفش شنو نسميوها، مطبكة سوري ولا عربي ولا كذا واحد الكل. سو ناخذوا لي نقصوا بالبيتزا باش نقصوها على جنب. أوه تتقرمش صار سخونة، ردوا بالكم. سو نقصوها ناضجة تعمل كيف هكا. واو شوفوا جبن، ها شوفوا كيفاش، ها شيعمل كيف باش نقصوها على أربعة. ها هكا نمد صحن نحطو فيه مرسوط. دقيقة بالله سامحوني، ناخذو صحن كيما قلتلكم، ناخذو مرسوط هكا نحطوه في الصحن. واو شوفوا كيفاش معناتها بيتزا الموتزاريلا. ها تشبت تشبت حطها هكا. واو البيتزا قاعدة تسيح. ها شي يعمل الكيف، ان شاء الله تكون عجبتكم الدبارة هذية. فهمت ما نعرف شنو اسمها، حطوا لي اسمها في التعليق شنو تحبوا نسميوها. الى لقاء فيديو جديد، بيس اند لوف.